صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 28 من ذي الحجة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر السابع لعام 24 و2000، وقد وقفنا على أسئلة في المواريث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلح. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله: أقرب طريق يعين على فهم المواريث وكيفية ذلك. نعم. ما أقرب طريق يعين على فهم المواريث وكيفية ذلك؟ الجواب: طبعا المواريث يعني التركات التي يتركها الميت بعد وفاته، ولو ترك شيئا يسيرا فقد شرع الله عز وجل التوارث، وعامة أحكام الميراث ذكرت في القرآن، لأن الأموال يكثر فيها النزاع، فصار يعني النزاع شديدا لا سيما إذا كثرت الأموال بين الورثة، فهي أحكامها واضحة جدا والخلاف فيها قليل. نعم. الجواب: نسأله تعالى أن يعيننا على إصابة الصواب، إنه جواد كريم. نعم. اعلم أن أحكام المواريث صنفت فيها تصانيف المستقلة. صحيح. من مختصرة ومطولة، وقد ذكر العلماء من فضلها والاهتمام بشأنها ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. نعم. وهي من الأحكام التي بينها، يعني من محاسن الإسلام، يعني اعتنى بالأحكام حتى الميت بعد وفاته ماذا يصنع بتركته. سبحان الله، شيء عظيم الإسلام، يعتني حتى بالجنين في بطن أمه، الأحكام متعلقة بالجنين في بطن الأم. يعني لو مات الميت امرأته حبلى يعني حامل، فإنه إيش يحسب حساب هذا؟ ولو كان نطفة، لو كان نطفة يحسب له حساب، إذا خرج يأخذ حقه. يعني انظر إلى عناية الإسلام بأمور البشر إلى حد وصلت. نعم. وهي من الأحكام التي وهي من الأحكام التي بينها الله مفصلة في كتابه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. ألحقوا الفرائض بأهلها، وذاك هذا يسمى علم المواريث ويسمى علم الفرائض. والمقصود بالفرائض يعني المقادير التي قدرت شرعا، وهي النصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثمن، هذه الموجودة، ما في تسع ولا في عشر. ها، نصف ربع ثلث ثلثان سدس ثمن. فإذا مات الميت، إن كان هناك من يستحق الثمن أو الربع أو النصف أو الثلث أو الثلثين نبدأ به، هذا معنى الحق الفرائض بأهلها. طبعا كل هذه الفرائض لها أهلها بحسب إيش ما بين الله في كتابه. إذا بقي شيء من بعد ما نعطي أصحاب الفرائض فرائضهم فلأولى رجل ذكر، ويسمى هذا حينئذ الميراث بالتعصيب، وهو أخذ الباقي. واضح؟ مثال هذا مثلا لو هلك هالك عن زوجة وبنت وعم شقيق، فألحق الفرائض بأهلها، نعطي الزوجة الثمن لوجود البنت، هذا ثمن نصيب الزوجة، والبنت لها النصف، باقي مال يعطى للعم الباقي تعصيبا للعم، هذا معنى ألحق الفرائض بأهلها. فما بقي بعد تقسيم الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهنا أولى رجل ذكر بالنسبة للميت عمه فيأخذ الباقي. نعم. ولما كانت على هذه الصفة قل الخلاف فيها جدا بالنسبة، قل الخلاف يعني أكثر مسائل المواريث الفرائض متفق عليها. نعم. بالنسبة إلى غيرها، وحصل الاتفاق على أحكامها ولله الحمد. نعم. لأن الآيات القرآنية المتعلقة بها مع الحديث المذكور تجمع مسائلها وتضم متفرقاتها، وإلحاق الفرائض بأهلها. نعم. ثم ما بقي يعطى أقرب العصبات، هو العصبات هم إيش؟ قرابة الإنسان من جهة أبيه، يعني إخوته من العصبات، طبعا أبناءه، إخوته، جده، أبوه، جده، أعمامه، أبناء أعمامه، أبناء أبنائهم، هذول كلهم سميش عصبات. نعم.
هو الطريق لفهمها، فلا أبلغ في التعليم من سلوك الطرق التي نبه الشارع عليها لكمال علمه وسعة حكمته ورحمته، ولنشر ذلك وننبه عليه تنبيها يحصل به المقصود. تمام. قل ما هي أقرب الطرق؟ طريق العين. قال طريق الكتاب والسنة. يا رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وقد فصل هذه الأحكام، ما نبحث عن طريق غير طريق الكتاب والسنة. نعم. فاعلم أن أحكام الفرائض كلها تنبني على معرفة ثلاثة أمور. تمام. أحدها في ذكر أهل الفروض والشروط المشترطة لإرث كل منهم فرضه المخصوص. طيب، أحدها في ذكر أهل الفروض. إيش كنا الفروض؟ يعني المقادير، نصف، ربع، ثلث، ثلثان، ثلث، ثمن. من الذي يستحق النصف؟ من الذي يستحق الربع؟ من الذي يستحق الثمن؟ من يستحق الثلثين؟ نعرفهم أول شيء. بعدين شروطهم، يعني شو، ليس في كل مرة الواحد يأخذ المقدار الفلاني. أضرب لكم مثل، الزوج من أصحاب الفرائض، إذا الزوجة إذا توفيت وعندها فرع وارث، عندها يعني ذرية يرثون، فالزوج في هالحالة يأخذ الربع، لو ما كان عندها ذرية يأخذ النص. إذا اختلف تارة النص تارة الربع، إذا ماتت الزوجة وليس لها ذرية يرثون منها فللزوجة النص، إن كان لها ذرية يرثونها فللزوج الربع. كذلك الزوجة إذا مات زوجها وليس له هو الميت ذرية فهي تأخذ الربع، فلو كان له فرع وارث ذرية ولو واحد ولو بنت فتأخذ حينئذ الثمن. ها، إذن بشروط، يعني متى يرث الزوج من زوجة النص؟ بشرط أن لا يكون لها فرع وارث. ومتى يرث الربع؟ بشرط أن يكون لها فرع وارث. ومتى الزوجة ترث الربع؟ بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، فإن كان له فرع وارث فلها الثمن. هذا معنى الشروط. إذا نحدد من أصحاب الفروض وكل واحد متى يرث بالشروط التي تنطبق عليه حتى يأخذ الربع أو النصف أو الثلث أو الثلثين وهكذا. نعم. والثاني في ذكر العصبات ودرجاتهم وكيفية تقديم بعضهم على بعض. نعم. العصبات، الأبناء، الذكور، الأب، الجد، الأخوة، اسم عصبات هؤلاء. بعدين إيش درجاتهم؟ يعني في ابن وفي ابن ابن. ها، الابن يحجب من الابن فدرجته أعلى، أقرب الميت. ها، درجاتهم كيفية ورثهم. في أخ شقيق وفي أخ لأم، يختلف. في أخ لأب، أخ الميت من أمه وأبيه شقيق يسمى، أخ الميت لأب فقط من أم أخرى أخ لأب، أخ من أب آخر لكن الأم واحدة أخ لأم. لابد أن نعرف. طبعا الأخوة لأم ليسوا من العصبات، يعني يرثون بالفرض لا بالتعصيب. تعصيب ليش؟ ما كل تعصيب يعني يأخذ باقي الميراث بعد تقسيم الفرائض. نعم. الثالث في ذكر الرد والعول. وأما إرث ذوي الأرحام، الثالث في ذكر الرد والعول، أحيانا يزيد الميراث، عطينا هذا عطينا هذا باقي فيه. يعني كما لو هلك هلك عن زوجة وبنت، ها، زوجة وبنت، الزوجة الثمن لوجود البنت والبنت لانفرادها، معناها بنت ثانية ولا معها أخ، فترث النص. طيب ثمن النص باقي فلوس ولا في ورثة آخرين، فيرد إليهم ويقسم عليهم، هذا اسمه إيش؟ اسمه الرد. العول لا، أهل الفراغ أكثر من المبلغ فنعول عليهم وننقص من أنصبتهم كل واحد بقدر ما يأخذ، يعني ما ينقص منهم بالتساوي، لا ينقص منهم بما يعود النقص على الجميع، كل واحد حسب نصيبه، يسمى الرد والعول. نعم. وأما إرث ذوي الأرحام فهو فرع عن ذلك. أما إرث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام ليسوا إيش؟ لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات اللي هو يأخذون الباقي، لكن بينهم قرابة، بينهم قرابة، مثل خال ابن، مثلا ابن الأخت. ها، ما ابن الأخت ما يرث، الأخت نفسها ترث لكن ابنها ما يرث من خالة، عرفتم؟ لكن إذا ما في له يقال من ذوي أرحام فهم أولى بالميراث من غيره. نعم. أما الأمر الأول ففي ذكر أهل الفروض وشروط إرثهم لها. نعم. نعم. أما الفروض فهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فرضها الله للزوجين. ما في إلا ستة، نصف، ربع،
ثمن ثلثان ثلث سدس. وللبنات وإن نزل فرضها الله، فرضها الله للزوجين، للزوجين الزوجان يرثان بالفرض، ما في واحد منهم يأخذ الباقي بالعصب، لا، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها ولو بالعقد، قال زوجت قبلت، راح ينظر زوجته ولا ماتت، ولو رايح لها بالطريق مات بالطريق، خلاص ترثه، فيرث أحدهم الآخر بمجرد إيش؟ صحة العقد، متى ما ثبت العقد وصحة ثبت التوارث بينهما بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض. ترى في ورثة يرثون بالفرض، ورثة بالتعصيب، ورثة يرثون تارة بالتعصيب تارة بالفرض، ومنهم من يرث بالفرض ويبقى بعد فيأخذه بالتعصيب. نعم. وللبنات وإن نزل، البنات أيضا يرثن إيش؟ بالفرض، الواحدة تأخذ النص، اثنتان فصاعدا يشتركنا بالثلثين. وأما قول وإن نزلنا، يعني لو كانت بنت ابن أو بنت ابن ابن الميت إيش؟ جدها، أو الميت أبو جدها، فهذا يصير قال البنت وإن نزلنا لكن بمحض الذكور، يعني بنت البنت، بنت الابن، بنت ابن الابن، بنت ابن ابن ابن، هذا كله إيش؟ ترث. لكن بنت البنت ما ترث، البنت ترث، بنتها ما ترث، الابن يرث، ابنته ترث، إذا كان الصلة بين الميت وبين الوارث ذكر ترث، لكن إذا كان الميت بينها بين والوارث أنثى لا ترث. والقاعدة لا يرث من أدلى بأنثى، شلون أدلى بأنثى؟ يعني العلاقة اللي بينه وبين الميت أنثى ما يرث، واضح؟ يعني خالتك ما ترث، ليش؟ من العلاقة اللي بينك وبين خالتك؟ أمك، ما ترث. بنت البنت ما ترث، لماذا؟ ما العلاقة بينها وبين جدها؟ البنت أنثى ما ترث. يستثنى من ذلك الأخوة لأم، أخوانك لأمك ما العلاقة اللي بينك وبينهم؟ أمك، ومع ذلك يرثون. وكذلك الجدة ترث، الجدة لأم جهة الأم، ومع ذلك هي ترث، مع أن العلاقة بينها وبين ابن بنتها بنتها أم الميت وبنت الجدة، ومع ذلك ترث. وأما الباقي من أدلى بأنثى لا يرث، واضح؟ هاي من القواعد. إذن وللبنات وإن نزلنا، بعدين والأخوات مطلقا، والأخوات مطلقا، سمعت مطلقا يعني سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، هذا معنى مطلقا. الأخت الشقيقة ترث، والأخت لأب ترث، والأخت لأم ترث، وكل ميراثهن بالفرض ما في بالتعصيب. نعم. والإخوة من الأم، ممكن تتعصب مع غيرها، يعني هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة يأخذون الميراث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أخت شقيقة وحدها أو أخوات شقيقات من غير معه معصب يأخذ الميراث ما يرثنا إلا بالفرض. نعم. والإخوة وهكذا يقال حينئذ الأخت الشقيقة والأخت لأب ترث ماذا؟ تارة بالفرض وتارة مع أخيها بالتعصيب. نعم. والإخوة من الأم والأصول مطلقا، والإخوة من الأم اللي بينهم بين الميت من الأم من أب آخر، هذول أيضا يرثون بالفرض، ليسوا من العصب الأخوة اليوم. والإخوة من الأم والأصول مطلقا، ما معنى الأصول؟ الأصول يعني الأب، الأم، الجد، الجدة، الأصل يعني من تفرعت منه، من تفرعت منه، والفرع من تفرع منك، فأولادك فروع، أحفادك فروع، والداك أصول، أجدادك أصول. طيب ماذا يسمى الأخوة والأخوات؟ حواشي، حواشي، فمن تفرع من أصولك حواشي، ومن تفرع منك فروع، ومن تفرعت منهم أصول، واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ طيب عمك إيش يصير؟ فرع ولا أصل ولا من الحواشي؟ ما تفرعت منه ولا تفرع منك، تفرع من جدك، إذن العم إيش؟ حواشي، أبناء العم حواشي، أخوك من الحواشي، أولاد أخوك، أولاد أخيك
حواشي. أحفادك فروع، جدك أصل، جدتك أصل. نعم. فالزوج له حالتان. الزوج له حالتان. يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد. ولد. سمعت الولد ابن ولا بنت؟ ابن أو بنت. إذا هلك الهالك وللزوجة، إذا هلكت هالكة توفي الزوجة وعندها فرع وارث ابن بنت ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن، المهم هو متفرع منها ويحق له بالميراث، فالزوج حينئذ يأخذ كم؟ الربع. إذا ما في فرع وارث يأخذ النصف، إذن الزوج حقه فرض، إما النصف مع عدم وجود فرع وارث للزوجة المتوفية، وإما ربع مع وجود فرع وارث. نعم. إذا لم يكن لزوجته ولد صلب ولا ولد ابن، لا ذكر ولا أنثى. لا ذكر ولا أنثى، يعني من غير فرع وارث يرث إيش؟ قال يرث النصف، صح؟ واضح؟ هذا الزوج إيه؟ لا منه ولا من غيره. لا منه ولا من غيره. لو أن زوجته كانت متزوجة زوج قبله، ها، وعندها ذرية منه وماتت، الزوج ما يأخذ النصف، يأخذ الربع. سواء عندها فرع وارث من زوجها الذي ماتت وهو على وهي على عصمته، أو عندها من زوج سابق أو لاحق بعد، ممكن، ها، ممكن كانت تتزوج الرجل امرأة ثم يطلقها تتزوج بآخر فتنجب منه ثم يطلقها ويموت عنها فيأتي الزوج الأول فيتزوجها مرة أخرى، ها، فهذا الزوج اللي جابت أولاد من زوج بعد زوجها التي رجعت إليه. المهم إحنا الآن اللي يهمنا الآن ماذا؟ إذا ماتت الزوجة ولها زوج، إن كان لها فرع وارث لها الربع، له الربع للزوج. إن لم يكن، ها، إن لم يكن من هذه الزوجة فرع وارث يأخذ الربع. إذن الزوج يرث بالفرض، إما النصف أو الربع. متى النصف؟ إن لم يكن لزوجته المتوفية فرع وارث. إذا كان له فرع وارث الربع. كمل. نعم. وهذا هو المراد بالولد عند الإطلاق. وله الربع مع وجود أحد من المذكورين. من المذكورين، من المذكورين؟ البنين والبنات، لو بنت واحدة. نعم. والزوجة واحدة. الآن عرفنا الزوج بدأ بذكر أصحاب الفروض. أول شيء الزوج له حالتان، إما يرث النصف مع عدم فرع الوارث، مع عدم فرع الوارث، أو الربع مع وجود الفرع الوارث. نعم. والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان. الزوجة مع الزوجات يشتركن بالميراث نفسه، ليس من شريكته، حتى بعد الموت تأخذ الميراث مع شريكتها، مع ضرتها. انتبهتم؟ الزوجة أيضا ترث من زوجها إذا مات عنها كم؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض. كيف ميراثه الآن؟ ترث الربع مع عدم الولد. ترث الربع مع عدم الولد. الولد لمن؟ لها ولا لزوجها؟ للزوجة، كم عن الميت. مات الزوج وما عنده أولاد، لا من زوجته هذه ولا من زوجة قبلها، فحينئذ ترث الربع. نعم. والثمن مع وجوده. إذا له فرع وارث منها أو من غيرها، ولو بنت ابن ابن، فحينئذ ينزل ميراث الزوجة من الربع إلى الثمن. أيكثر ربع الثمن؟ ثمن ثمانية ولا الربع أيكثر؟ ليش علمته؟ ترى قال ثمن، ها؟ ليش؟ فكر في أيكثر ربع ولا الثمن؟ ربع أكثر، والأقل الثمن. الثمن واحد من ثمانية، الربع، ها، اثنين من ثمانية، صح؟ فاثنين أكثر من واحد. نعم. يعني عندك شيء تقسم على أربعة ولا تقسم على ثمانية؟ انقسم على ثمانية راح يطلع كل واحد أقل، قسمت على أربعة راح يطلع أكثر، فالربع أكثر من الثمن، صح؟ يكثر الثلث ولا الثلثان؟ هذا واضح، الثلثان أكثر، صح؟ صحيح، تمام. إذا يكثر الربع ولا الثلث؟ الربع. طيب يكثر السدس ولا الثمن؟ السدس. أحسنت والله، انتبه ما شاء الله. يلا كمل. وللأم ثلاث حالات. الآن عرفنا ميراث الزوجين، صح؟ وكل واحد له حالتان باعتبار له فرع وارث أو ما له فرع وارث. نعم. الأم وللأم ثلاث حالات. الأم
لاحظ كثير من العوام يظن الأم معناها زوجة الميت. لا، زوجة الميت يقال عنها زوجة، الأم معناها ماذا؟ أم الميت. الكلام كله عن الميت. كثير من الناس يرسل رسالة يقول احنا كذا أم وثلاث أولاد لا لا، أم هذه أم الميت. لا، قال أمي أنا، ما أتكلم عنك أنت، أتكلم عن الميت. تعتبر ماذا هذه؟ زوجته. إذا قيل الأم يعني أم الميت، الأب ها والد الميت، وهكذا. نعم، الزوجة عرفنا ميراثها الأم، لها ثلاث حالات. نعم، ترث السدس مع وجود الولد. ترث السدس مع وجود الورث، يسمونه فرع وارث. كم لها؟ السدس. نعم، أو اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات. إذا في اثنين أو أكثر أخوة لمن؟ أخوة لمن؟ للميت. كلام كله عن الميت، أخوة للميت، فميراث الأم حينئذ السدس. إذا متى ترث الأم السدس؟ مع وجود فرع وارث للميت، ولا ابنه هذا عنده فرع وارث، عنده بنات بنين، عنده ذرية، لأن قلنا الفرع ما تفرع منك والأصل ما تفرعت منه، صح؟ في ذرية للميت أم ترث السدس، ما عنده ذرية لكن عنده أخوة أخ أو أكثر، ينزل ميراثه أيضا إلى السدس. نعم، وترث الثلث مع فقد المذكورين. إذا ما كان لا في فرع وارث ولا في إيش، جمع من الأخوة، مش واحد، لازم جمع، عفوا لازم جمع الأخوة. إذا ما في أخوة ولا في فرع وارث، الأم تأخذ الثلث، الثلث أكثر من السدس. إذن هنا الأم ممكن لها ميراث إما السدس في حالتين، مع وجود فرع وارث أو مع جمع من الأخوة للميت. ما في لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة، تأخذ الثلث. نعم، وترث ثلث الباقي في العمريتين، وهما أب وأم مع زوج أو زوجة. وترث ثلث الباقي في العمريتين، عمريتين لأن حكم فيها عمر الخطاب فسمت هذه المسألة عمرية، وهما مسألتان العمريتين، أب وأم مع الزوج أو أب وأم مع زوجة. هلك هالك عن أب وأم، خلينا نقول أول شيء نتكلم عن نعم، هلك هالك عن هلكت هالك امرأة عن أب وأم، أب من؟ أب المرأة الميتة، صح؟ وزوج. يعني في هالحالة الميتة إيش امرأة هلكت هالكة عن من؟ أب وأم وزوج. عندها ذرية؟ شوف عندها ذرية ما في، لو كان في ذرية ذكرناهم. إذا قيل هلك عن كذا وكذا وكذا يعني عملوا حصر وراث ما في لهم، انتبهتم؟ ففي هذه الحالة الأم تأخذ ثلث الباقي. كيف؟ الزوج ما في ذرية للزوجة، هلكت هالكة ما ذرية، كم له؟ يقول الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، نصف. هذا راح كم الحين؟ كم؟ النصف، تمام؟ باقي النصف، بقي النصف. هذا الباقي بين الأب والأم، بين الأب والأم، نعطي الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، والباقي للأب، الباقي للأب، واضح؟ طيب، هذه المسألة لها يعني أصول، المسألة لها أرقام معينة عشان تقسمها، أصغر رقم ممكن نقسم عليه المسألة مع التدريب راح تمر عليكم. هذه المسألة من كم؟ فيها نصف وفيها سدس، فأصغر رقم له نصف له سدس رقم ستة، صح؟ صح؟ رقم ستة، فالمسألة من ستة.
إذا كان الزوج له نصف التركة، نصف الستة كم؟ ثلاثة. إذا الزوج نصف الستة أخذ ثلاثة، كم بقي لم راح ثلاثة من الستة؟ بقى كم؟ ثلاثة، صح؟ ستة نقص من ثلاثة بقي ثلاثة. إذا قلنا للأم ثلث الباقي، الباقي ثلاثة، ثلث ثلاثة كم؟ واحد. فنعطي الأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب. انقسمت من ستة ثلاثة للزوج، ثلث الباقي للأم واحد من ستة، الباقي بعد ما أعطينا الأم ثلاثة وعطينا الزوج عن بعد ما أعطينا الأم واحد والزوج ثلاثة، باقي اثنين يأخذوا الأب. فانقسمت المسألة هكذا حينئذ: للزوج ثلاثة، للأم واحد ثلث الباقي، للأب اثنان. تمام. المسألة الثانية، هنا قلنا هلكة إيش؟ هالكة. الثانية هلكة هالك، هلكة هالك يعني من المتوفي؟ امرأة زوجته. ها، عن من؟ هلكة هالك عن أيضا أب وأم وزوجة، هلكة هالك. إذن زوجة، صح؟ ما في فرع وارث، كم تأخذ الزوجة؟ ها، الربع. لو كان في فرع وارث تأخذ ثمن، لكن ما فرق، تأخذ الربع، لها الربع. أيوة. بقي الأم والأب، يقولك الأم تأخذ ثلث الباقي والباقي للأب، الباقي للأب. أصغر رقم فيه ربع وفيه سدس كم؟ 12، صح؟ أعطونا غير الرقم هذا. رقم مثلا اثنين ما في، ما له ربع ولا سدس، صح؟ رقم ثلاثة كذلك، رقم أربعة، أربعة له ربع لكن ما له سدس. خمسة ما يصلح لأن أصلا ما في أخماس. ستة له سدس لكن ما له ربع. سبعة مهمل. ثمانية له ربع، ربع اثنين لكن ما له سدس. تسعة مهمل. عشرة مهمل. 11 مهمل. ها، 12. ربع الاثنى عشر كم؟ لمن؟ للزوجة. إذن الزوجة أخذت هنا إيش؟ ثلاثة من 12، ثلاثة من 12. تمام؟ ها، الأم تأخذ ثلث الباقي. لما عطينا الزوجة ثلاثة من 12 كم بقية؟ تسعة. كم ثلث التسعة؟ ثلاثة. الأم لها ثلاثة من 12، الباقي للأب كم؟ ستة. حينئذ الزوجة ثلاثة من 12، والأم ثلاثة من 12، والأب ستة من 12، انتهت المسألة. واضح هذا مع العمريتين؟ إذا الآن نعيد ونكر: الأم كيف ميراثها؟ إما السدس في حال وجود فرع وارث، أو السدس في حال وجود عدد من الأخوة، أو الثلث إن لم يكن لا فرع وارث ولا عدد من الأخوة. تمام؟ أو تأخذ ثلث الباقي في حال إذا كان الميت من؟ امرأة وخلفت زوجا وأم وأب، أو الميت زوج وخلف زوجة وأم وأب، فالأم في الحالة تأخذ ثلث الباقي. صار الآن ميراث الأم إما السدس في حالتين، وإما ثلث في حالة، وإما في ثلث الباقي في حالتين. تمام؟ هذا ترى بداية الفرائض. هو علم يعني هنا وجميل، علم الفرائض ينشط، لكن إيش؟ سريع النسيان. يعني أنا أجزم بعد ساعتين أسأل أبا سلطان ما يعرف مع الثلث الباقي، ها؟ يعني ينسى بسرعة. نعم، تفضل. أما الجدة أو الجدات فليس الآن ميراث الجدة والجدات. أيضا الجدة والجدات يرثنا ماذا؟ بالفرائض ولا بالتعصيب؟ بالفرائض. شوف التعصيب كل الذين يرثون ذكور، واضح؟ كل ذكور. إذا لا الزوجة ولا الأم ولا الجدة، هذول يرثون كله بالفرائض. من يرث بالتعصيب؟ كلهم ذكور إلا امرأة واحدة داخلة بين الرجال، لا ترى بأسا بالاختلاط. من هي؟ المعتقة. إذا امرأة اعتقت مملوكا ثم صار حرا ثم صار عنده أموال ثم مات، ما في إلا المرأة التي اعتقته،
تأخذ بالتعصي، ولا بقية العصب كلهم ذكور. واضح؟ في إناث يرثنا مع الغير وبالغير، مثل أخت الشقيقة مع أخيها الشقيق يأخذون الميراث بالتعصيب، لكن الذكر حظ أنثيين. لكن لو ما مع أخيها ليس وحدها، الوحدة ما ترث إلا بالفرض. واضح؟ طيب كمل. الآن ميراث الجدة والجدات، تفضل. فليس لها إلا حال واحدة، الجدة والجدات حالة واحدة، نعم، وهي حيث ورثت ترث السدس بكل حال. حيث ورثت يعني أحيانا ما ترث. متى ما ترث؟ إذا هلك هالك عند عن أم وجدة، من راح يأخذ ميراث؟ الأم. الجدة ما لها شيء، الأم تحجب الجدة، كما أن الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد. نعم. ترث السدس بكل حال. هذه حليلها الجدة العجوز، هذه محترمة نفسها، لها السدس حالة واحدة، لكن بشرط أن لا تكون بينها وبين ميت أنثى، أم أو جدة أدنى منها. نعم. والأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكوراً أو أنثى. يرث السدس هذا بالفرض أيضا، الجد يرث، الأب يرث بالفرض والتعصيب تارة وتارة، لكن متى هنا يرث بالفرض؟ قال الأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكورا أو إناثا. إذا مات الميت وله ذرية ذكور إناث واحد اثنين أقل ورثة ممن يرث، فحين إذن الأب يأخذ السدس. واضح؟ طيب. فمع الذكور، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد. مع الذكور إذا كان ذرية الميت إذا كان الميت له ذكور ذرية ذكور ولا واحد، الأب ما له السدس، لأن بهالحالة من سيأخذ الباقي؟ الابن. لا مش ذريته، الابن الذكر. مع الذكور واحد اثنين ثلاثة، الأب ماله للسدس، ما راح يزيد عليه. لكن مع الإناث، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذ، أخذه. لكن لو أن هلك هالك عن بنت واحدة وأب، البنت لها النصف والأب له السدس، نصف السدس باقي فلوس ويأخذ الباقي بعد، فحينئذ بهالحالة الأب يرث ماذا؟ بالفرض والتعصيب. نعم. ومع عدم الأولاد مطلقا يرث بلا تقدير، إذا ما كان في أولاد لا بنين ولا بنات، ما في إلا هذا الأب يأخذ الباقي، يأخذ المال كله بلا تقدير، يعني لا شمع تقدير، لا سدس ولا لا، كله يأخذ بالتعصيب. نعم. والجد عند عدمه حكمه حكمه إلا في العمر. والجد عند عدمه يعني عدم الأب، مش موجود الأب، في جد والأب متوفي قبل الابن لا يموت، فحكمه حكم إيش؟ حكمه حكمه إلا في العمريتين. حكمه حكمه مثل الأب، الجد يرث مثله إلا في العمريتين. العمريتين إيه؟ فللأم مع الجد فيهما ثلث كامل، ثلث كامل، مش ثلث الباقي، تأخذ ثلث كامل. نعم. والصحيح أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقا، وأنهم لا يقول يعني الصحيح أن الجد نفس الأب تماما، لنا في خلاف المسألة، والصحيح أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقا. نعم. وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ، وهو أصح. والصحيح أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقا، وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب. نعم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ وهو أصح. من هؤلاء الذين يرثون كما يرثون مع الأب؟ الأخوة الحواشي، هلك هالك عن ابن وأخوة للميت، أخوان الميت والأب موجود، ها كم يأخذ الأب؟ يأخذ الميراث، الأخوة ما لهم شيء. هلك هالك عن جد وأخوة، الميراث لمن؟ للجد، حكم حكم الأب، والأخوة ما لهم شيء. في قول آخر أن يكون هو واحد منهم، يقول لا الصحيح أنه كالأب، إذا مات الميت وعنده ابن والابن هذا ما عنده ذرية، شباب واحد مات قبل الزوج وعنده أموال وعنده أخوة، فالأب هو الذي يرث والأخوة ما لهم شيء. مسألة أخرى، مات الميت وعنده مال ما عنده ذرية، لكن عنده أخوة وعنده جد، الجد حكم حكم الأب، يأخذ المال. نعم.
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ وهو أصح بل هو الصواب لأدلة كثيرة عليه. أن الجد نفس منزلة الأب. نعم. وللبنت الواحدة النصف. إذا البنت الواحدة منفردة مالك هالك ما عنده إلا بنت واحدة كم لها؟ النصف. نعم. إذا لم يكن في درجتها أحد. إذا لم يكن في درجة أحد لا ذكور ولا إناث. لو كان في درجتها يعني بنت وبنت ثانية أو بنت وابن لا هي بنت. قد يكون في ناس أدنى من درجتها كأن تكون مثلا بنت وفي واحدة ثانية بنت ابن أو بنت وفي واحد ثاني ابن ابن. هل هذا الابن ابن درجتها هي بنت الميت مباشرة وذاك ابن ابن الميت واضح؟ فإذا ما عندها أحد بدرجتها لا أنثى مثلها ولا ذكر وهي منفردة فلها إيش؟ فللواحدة النصف. نعم. وبنت ابن كذلك بشرطين. بنت الابن هلك هالك ما في إلا بنت ابن لا في ابن اللي هو أبوها أو عمها ما في ولا في بنت أعلى منها ولا بنت معها حفيدة أيضا هي فلها إيش؟ النصف لكن بشرطين ما هما؟ ألا يكون بدرجتها أحد. لو كان أحد درجته مثل بنت ابن وبنت ابن يعني بنتان ابن سواء ابن هذا أو ابن ثاني نفس الدرجة فحينئذ ما لها النصف تشتركان في الثلثين أما نصف واحدة لا. نعم. ولا فوقها أحد. إذا ما كان فوق أحد لا ذكر ولا أنثى ما عاد فوقها يعني أولاد الميت مباشرة هي بنت ابن بنت ابن وما في أحد لا بدرجتها ولا فوقها لا بنين ولا بنات تأخذ النص مثل البنت. نعم هاي بنت الابن. والأخت الشقيقة بثلاثة شروط. الأخت الشقيقة أيضا تأخذ النص بثلاث شروط. إذا الأخت الشقيقة ممكن أن ترث بماذا؟ بالفرض. كم؟ النص. متى؟ بالشروط الثالثة. واحد عدم الفروع مطلقا. مات الميت ما عنده فروع لا إناث ولا ذكور وعنده أخت شقيقة من أمه وأبيه تستحق النص. بعد وعدم الأصول الذكور أيضا ما عند ميتها لا عنده أب ولا عنده جد ذكور أصول ذكور. وبعد وأن لا يكون بدرجتها أحد ما في شقيق مثلها درجتها لا شقيق ولا شقيقة منفردة أخت شقيق منفردة والميت ما له ذرية لا بنين ولا بنات يرثون وليس أيضا إيش لا أب ولا جد فحين الأخت الشقيقة تأخذ ماذا كم النص. نعم. وللأخت للأب بهذه الشروط. أخت لأب الشروط نفسها هلك هلك عن أخت لأب ما في فرع وارث ولا في أصل وارث ولا معها أخت لأب أخرى ولا أخ لأب بروح لكن أيضا في شرط رابع فوقها ولا في شقيقة أخت لأب بعد الشقيقة الشقيقة ترث النص متى لا مع عدم وجود فرع وارث ولا أصل وارث ولا شريك معها بدرجتها لا أخ ولا أخت لا شقيق ولا شقيقة تأخذ النص. الأخت لأب كذلك تأخذ النص مع عدم وجود شقيقة قدامها لو كان في شقيقة أمامها فالشقيقة أولى بالميراث لكن هلك هالك عن أخت لأب لا عنده فرع وارث ولا عنده أصل وارث ولا عنده أشقاء ولا شقيقات ولا عند الأخت واحدة لأب لا عنده أختين لأب ولا عند أخ لأب فالأخت لأب في هذه الحالة تأخذ كم النص. كمل. وللأخت لأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء. تفهمين شيء ولا يقول بدر إن شاء الله. شو اسمك؟ ليش ما قلت إن شاء الله؟ تدري اسمك بدر لكن عارف نفسك مو فاهم خير قلت إن شاء الله. كمل زين. والثلثان الاثنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط. الثلثان للاثنتين فأكثر لبنتين الثلثان بالشروط لبنتي الابن الثلثان بالشروط للشقيقتين الثلثان بالشروط لأختين لأب الثلثان بالشروط. واضح؟ ما هو شرط ميراث الشقيقة للنصف؟ ألا يكون فرع وارث ولا شريك لا أخ شقيق ولا أخ شقيق فتأخذ عنئذ النصف. وما شروط استحقاق الأخت لأب للنصف؟ قل هي شروط نفسها بالإضافة أن ما في شقيقة قدامها ولا شقيق. إذا بنتان أو بنتا ابن أو شقيقتان أو أختان لأب بالشروط نفسها الثلثان. طيب ثلاث بنات الثلثان أربع بنات خمسين بنت الثلثان
الواحدة النصف، أكثر يشتركنا في الثلثين لكن بالشروط. نعم كمل. وألا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن. إذا كان في ذكر هلك هلك عن بنتين وابن، للذكر مثل حظ أنثيين ما يأخذ من الثلثين، لا للذكر مثل حظ أنثيين. نعم. فإن كان بنت وبنت ابن فأكثر، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هلك هلك عن بنت وبنت ابن، لو عن بنت النصف، لو بنت الابن ما في بنت تأخذ بنت الابن النصف، لكن هنا في بنت وفي بنت ابن، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. طيب هلك هلك عن بنتين كم؟ الثلثان. عن بنتي ابن الثلثان. عن بنت وبنت ابن ليست نفس الدرجة، تأخذ البنت المباشرة الميت النصف وتأخذ بنت الابن السدس. لو جمع نصف السدس كم يصير؟ يبلغ أي ثلثين؟ صح؟ شاكين ها؟ طيب رقم ستة، ستة كم نصفه؟ ثلاثة. كم ثلثه؟ ثلثه مش سدسه، ثلثه يا الله ستة، ثلثه كم؟ اثنان صح؟ ها؟ لا قلت كم رقم ستة، أعيد رقم ستة كم نصفه؟ ثلاثة. كم ثلثه؟ اثنان. كم ثلثاه؟ ثلثين. كم؟ أربعة صح؟ طيب لو امرأة لو بنت واحدة هلك 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 عن بنت واحدة تأخذ النصف، كم النصف؟ ثلاثة. لو هلك عن بنتين الثلثان كم؟ أربعة من ستة صح؟ لكن عن بنت وبنت ابن فالبنت النصف ثلاثة وبنت الابن واحد، كم؟ سدس. اجمعهن واحد وثلاثة كم يصير؟ أربعة. الأربعة شو تصير؟ ثلثين الستة. هذا معنى السدس تكملة الثلثين، لأن الستة ثلثاها ثلثينها كم؟ أربعة. فإذا أخذت النصف البنت أخذت النصف ثلاثة وبنت الابن واحد، هذا صار أربعة ثلاثة. لو جمعت الواحد مع الثلاثة بالنسبة للستة ثلث، هذا معنى السدس تكملة الثلثين. لو هلك على ابنتين الثلثين أربعة، عن بنتي ابن الثلثين أربعة، عن بنت وبنت ابن المجموع الثنتين أيضا ثلثين، لكن مش بالتساوي، لا البنت النصف ثلاثة والبنت الابن أدنى منها سدس، سدس ونصف جمعهم أربعة من ستة الثلثين، هذا معنى إيش؟ سدس تكملة الثلثين. واضح دكتور؟ تمام كمل. فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات. يعني هلك هلك عن بنتين وبنت ابن، البنتين أخذتا الثلثين، بنت الابن سقطت ما لها شيء. لو بنت واحدة تأخذ البنت الواحدة النص وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، لكن عن بنتين البنتان أخذتا الثلثين، بنت الابن سقطت. واضح؟ كمل. إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل من منهن أو أنزل منهن أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن ويسمى القريب فيعصبهن صلى الله عليه فيعصبهن ويسمى القريب المبارك. المبارك. هلك هلك عن بنتين وبنت ابن، إيش لها بنت الابن؟ لا شيء، لأن نصيب البنات الثلثان وبنتين أخذنا الثلثين، بنت الابن هذا ما له شيء صح. لكن لو هلك هالك عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، فحينئذ للبنتين الثلثان وبنت الابن مع ابن الابن يأخذون إيش؟ الباقي. استفادت هنا بنت الابن لوجود أخ لها ولا ابن عمها بنفس الدرجة، فيسمها الابن المبارك. لولا الله عز وجل ثم وجود هذا كان هي ما لها شيء، لكن هنا ما أخذت بالفرض، أخذت ماذا؟ بالتعصيب مع أخيها أو مع ابن عمها اللي بنفس الدرجة. الميت من يصير لها؟ الميت
جدها صح، لأن لأن البنتين أخذتا الثلثين، وبنت الابن ما لها شيء، لكن إيش طلع في واحد صغير توه مولود، آه الحمد لله الحمد لله طلع هذا جاب الميراث الباقي، فصار الآن للبنتين الثلثان والباقي لابن لبنت الابن مع ابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ كمل. ومثلهن ومثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن. أخوهن هلك هلك عن شقيقتين، ما عنده لا فرع وارث ولا أصل ذكر وارث، فللشقيقتين الثلثان، الواحدة لها النصف، ثنتان ثلاث أربع عشر لهن كم؟ الثلثان. الأخت لأب ما لها شيء، واضح؟ ما لها شيء. لكن لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فللشقيقة النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، مثل من؟ مثل لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فللبنت المباشرة هذه النصف، وبنت الابن كم لها؟ السدس تكملة الثلثين. هنا أيضا إذا هلك هالك عن شقيقة أخذت النصف، وبنت وأخت لأب، فالشقيقة تأخذ النصف والسدس تأخذ من؟ الأخت لأب تكملة الثلثين. لكن لو هلك هلك عن شقيقتين أو ثلاث فأخذنا الثلثين بالكمال والتمام، الأخت لأب ما بقي شيء، لكن طلع عندها أخ، ها فحينئذ ها الأخت الشقيقتان لهن الثلثان والباقي ها للأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبها. واضح؟ تماما مثل ماذا؟ ابن الابن مع بنت الابن، في شقيقة أخذت النصف، بنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين، في بنتان أخذتا الثلثين، بنت الابن ما لها شيء، لكن لو في ابن ابن أخوها ولو ابن عمها أخذ الباقي بالتعصيب. كذلك الشقيقات مع الأخت لأب. نعم. وأما ابن الأخ فلا يعصبهن بل يختص بالباقي تعصيبا. نعم. ابن الأخ كم؟ لأنه من غير جنسهن. وإذا كان لا، هنا يقول ابن الأخ يأخذ العصبة، ما له شيء الأخت لأب حينئذ مع أخوها مع ابن الأخ. نعم. وإذا كان بنات صلب أو بنات ابن معهن أخوات، يعني لو أن هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، الشقيقة له الثلثان والباقي للابن إيش الأخ ابن الأخ، لا هذا إيش من قال ابن الأخ، لا الأخ يأخذ، الأخ يرث مع من؟ لكن ابن الأخ يرث هو ولا ترث أخته معه. نعم. وإذا كان بنات صلب أو بنات ابن وإذا كان وإذا كان بنات صلب إيه؟ أو بنات ابن معهن أخوات، بنات الصلب يعني البنت اللي مباشرة ابنة الميت، بنات إيش بعدين؟ أو بنات ابن صير الميت جدهن جدهن إيه؟ معهن أخوات شقيقات أو لأب، أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات. أخذت الأخوات، أخذت صلى الله عليك، ما فضل عن فرض البنات. يقول وإذا كان بنات صلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب، أخذنا الأخوات ما فضل عن فرض البنات، هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف والشقيقة لها السدس تكملة الثلثين. واضح؟ نعم. هلك هالك عن بنت وأخت لأب، البنت النصف والبنت البنت هذا والأخت لأب والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. نعم. وأما الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكلالة، وهو من لا له فروع ولا أصول. نعم. الكلالة أن يموت الميت لا عنده فروع، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ولا عنده أصول، لا أم ولا أب ولا جد ولا جدة، عنده فقط إيش أخوة لأم. واضح؟ واضح؟ هذا معنى الكلالة، أن يموت الميت ليس له فرع وارث ولا أصل وارث. ففي هذه الحالة قال وأما الأخوة
لأم ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكلالة، يرثون في الكلالة. لكن الآن الأخوة لأم يرثون بالفرض ولا بالتعصيب يأخذون الباقي؟ لا بالفرض، الواحد أو الواحدة السدس وأكثر من واحد أو واحدة يشتركون في الثلث، لا يفضل ذكرهم أنثاهم، الذكر مثل الأنثى. هاي الأخوة لأم خاصة، الواحد ها يرث السدس والأكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم. ذكور الواحد منهم السدس، الذكور واحد منهم السدس والاثنان فأكثر الثلث. نعم. يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. لأنهم شلون قرأت أنت؟ عيد عشان قرأت غلط. وأما الأخوة لأم، وأما الإخوة لأم ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكلالة. الذكور وإناث الأخوات لأم والأخوة لأم يرثون في الكلالة. ما هي الكلالة؟ إيه؟ وهو من لا له فروع ولا أصول. لا له فروع ولا أصول. نعم. ولا أصول ذكور. أنا الوقفة. ولا أصول ذكور. إذا لو عنده جدة ولا أم ما يضر. لكن ما عنده إيش أصول ذكور، يعني لا أب ولا جد. فتصير كلام. نعم. الواحد منهم السدس. الواحد من السدس. منهم يعني إيش، ذكر ولا أنثى؟ يعني أخ لأم أو أخت لأم سواء، أخ لأم أو أخت لأم، الواحد السدس. نعم. والاثنان فأكثر الثلث. يقول الله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم. يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. للذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر، هذا الأخوة لأم. إيه؟ لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل، منها هذه في مسألة ذكرتها قبل قليل أيضا يخالفون بها باقي الورثة الأخوة لأم، أنهم يدلون بأنثى ويرثون. العلاقة اللي بينهم بين الميت من؟ لهم أنثى ومع ذلك يرثون. فالأخوة لأم يختلفون في المسائل عن غيرهم، أولا يدلون بأنثى ويرثون، اثنان ذكرهم يأخذ مثل أنثاهم يشتركون، لا يفضل ذكرهم أنثاهم. نعم. ومنها أن كل ذكر يدلي بأنثى فلا إرث له إلا الإخوة للأم. ما يدلي يعني العلاقة بينه وبين الميت أنثى، مثل خالة، خالتك إيش العلاقة بينه؟ أمه، صح؟ طيب هؤلاء الأخوة لأم، أخوات لأم من أب ثاني، إيش العلاقة البيت بينهم؟ ها الأم مع ذاك يرثون. قال منها أن كل ذكر يدلي بأنثى فلا إرث له إلا الأخوة لأم. نعم. ومنها أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلى به إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعا، وإلا الجدة أم الأب وأم الجد مع الأب والجد في قول جمهور العلماء إذا تقررت أحوال أهل الفروض. هذه بتفكر. قالوا منها أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلي به، يعني ابن الأم ابن الابن ابن الابن مع وجود الابن يحجب ابن، صح لأن هذا الواسط الجد مع الأب يأخذ شيء؟ لا. لاحظتم هذا الذي يدلي به يحجبه، العم مع ابن العم إذا موجود العم ابن العم ما له شيء، ابن الأخ مع الأخ إذا موجود الأخ ما. هذا الذي يدلي به يحجبه لو كان موجودا، لكن الأخوة لأم الأم موجودة ومع ذلك إيش لا تحجبه. انتبهتم؟ واضح؟ كل من أدلى فإنه يحجب بمن أدلى به إذا كان موجودا، إلا الأخوة الأم مع الأم موجودة ومع ذلك إيش يرثون. نعم واضح؟ نعم. كمل. إلا الأخوة للأم. قال ومنها أن كل من أدلى بوارث حجبه كلهم ذلك المدلي به إلا الأخوة لأم مع الأم مع وجود الأم الحية الأم وترث إجماعا
إيش ما تحجب الأخوة اليوم، وإلا الجدة أم الأب، جدة أم الأب تدلي ممن؟ بالأب، ومع ذلك ترث، ترث نعم. والأب لا يحجب الجدة، الأب لا يحجب الجدة، هلك هالك عن أب وجدة، الجدة لها السدس والأب له الباقي موجود، ومع ذلك إيش ما حجبها. نعم، لو كان أب وجد فالأب يحجب الجد، لكن الأب ما يحجب الجدة. قال وإلا الجدة أم الأب، وأم الجد مع الأب أم الجد، كم عمرها أيضا ما يحجبها. والجد في قوي جمهور العلماء يعني أم الجد مع الأب والجد، موجود الأب وموجود الجد، وفي عجوز واحدة أيضا ما يحجبونها، معنا فيها قدامها كم؟ اثنين، ولا ابنها وابن ابنها، والميت ها مش حفيدها، ابن حفيدها، فمع ذاك ما يحجبونها، والله قوية هالعجوز. قال إيش؟ وأم الجد مع الأب والجد في قول جمهور العلماء إذا تقرت أحوال أهل الفروض. نعم. الأمر الثاني، الأمر الثاني في العصبات والدرجات، العصبات هذا إيش إن شاء الله، بما أنه الأمر الثاني نجعله الدرس الثاني، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.